إصلاح هاد المدينة قديمة وهادي ماشية مزيانة ماشي كلشي مزيان وسكسفوني على الحومة وبدا أي واحد كيجينا هنا يطلع بالنسبة للزوار وهادي كيجيو بزاف من هنايا وكنت كتشوف كلشي مزيان ومكمل معدلة شني باقي حاجة وحدة اللي باقا ناقصانا شوية خصهم يعدلو شي حد ديك الدروج راهما كيزهقو أي واحد كيهوت فيهم كيطيح خصهم يعدلوهم هادشي اللي باقي هنايا الله يوديه الله يوديه ونقاو الدنيا ومابقى شي حاجة في ديك الشي الزبد هنايا وبالنسبة بحال عاوتاني الحبسة وما ردوه المتحف فتحوه والأمور ماشية مزيانة زعما الأمور ماشية مزيانة إيوا حنا إلا خرجنا عي من هنايا كنحسو براسنا بحال يديتينا نلحبس إلا خرجنا عي من هنايا قسما بالله إيوا حنا تناسنا في الحومة ديالنا وكنمشي لأي منطقة صناعية فيها خرج عن المدينة بزاف الحاجات بزاف الحاجة الأولى كنوض للبحر وغلطنا كنشوفو البحر حاجة ثانية تنقات المدينة كاملة تنقات حاجة ثالثة الهوا ديالها زعما المدينة ما كاينش بحالها الصراحة هي هادي يعني مدينة دارت غزالة على قبل وكنتمنى تبقى المدينة هيدا ديالنا غزالة نظيفة أي حاجة وكنشكرو كنشكرو الدولة ديالنا وكنشكرو سيدنا على هاد الشيء اللي المبادرة اللي عملنا غزالة الإصلاح في المدينة الحمد لله بخير أخي والله إلا مزيانة الدنيا تنورات فهمتيني يعني كلشي تبيض كلشي بالمحابق ديالو يعني مدينة شحال هادي ما كانتش هيدا كانت الدنيا مخربة فهمتيني يعني كلشي كيقطر كلشي بالماء الناس كيتشكاو بوبرانيا ما عندهمش باش يصلحوا ما عندهمش بزاف وجا سعادة الولي تخنن هاد المدينة هادي وسكسف عليها وعدلوا وتهلا في المحسنين المهم الحمد لله الدنيا بخير دابا دابا اللي باقي خصنا دابا ان شاء الله يا ربي هما التوريست فهمتيني يعني التوريست يدخلوا عندنا لطنجة يعني ملي كانوا التوريست كيدخلوا لطنجة راه كانت الدنيا مزيانة فهمتيني بنادم كيجبر ما يلبس يجبر ما يدخل الوايدين ديالو للدار يجبر ما يقضيه فهمتيني ودابا تينا كتشوف الحمد لله كنتمناو من الله يرجعوا ديك بحال اللي كانت شحال هادي ومدينة قديمة اصلا ترجع بحال اللي كانت شحال هادي فهمتيني يعني بزاف الصور كانوا طالعين نزولوهم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي